مرحبا بكم، نلتقي مجددا مع تتمة درس الزمن من مرجع فضاء الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي. إذا الآن مع التمرين الخامس، ألاحظ العداد وأكمل. إذا سنبدأ بهذا العداد. إذا هذا العداد فهو يشير إلى 12 ثانية. إذا هنا لدينا 12 ثانية، إذا بعد 14 ثانية. إذا إلى كم سيشير؟ سيشير إلى 26 ثانية كما نلاحظها هنا في العداد. إذا 26 ثانية، ثم بعد 15 أو بعد 15 ثانية. إذا بعد 15 ثانية إلى كم سيشير العداد هنا؟ إذا سنجمع 26 ثانية مع 15 ثانية. إذا 26 ثانية و 15 ثانية. إذا 6 زائد 5 تساوي 11، أكتب 1 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 2 3 زائد 1 4. إذا سيشير إلى 41 ثانية. إذا هنا 41 ثانية، ثم بعد 50 ثانية. إذا بعد 50 ثانية، إذا سنضيف 50 ثانية لواحد وأربعين ثانية. إذا هنا 41 زائد 50 ثانية. إذا 1 زائد 0 1، وأربعة زائد 5 تساوي 9. إذا سنحصل على 91 ثانية. هاد 91 ثانية كيف ما كنلاحظوا هنا في العداد، تم توزيعها إلى دقائق، فأعطت دقيقة واحدة، ونعلم أن دقيقة واحدة تساوي كم؟ دقيقة واحدة تساوي 60 ثانية. إذا هاد 90، 91 غنديروا 61 ناقص 60 ثانية اللي أصبحت دقيقة، سيبقى لنا كم؟ 31 ثانية. إذا هنا العداد سيشير إلى دقيقة واحدة، إذا 1 دقيقة، وكم من ثانية؟ 31 ثانية. إذا هنا دقيقة و 31 ثانية. ثم بعد 65 دقيقة، إذا لدينا هنا دقيقة واحدة و 31 ثانية. إذا بعد 65 دقيقة سنضيف 65 دقيقة هنا، ونجمع. إذا لدينا 31 ثانية، ثم لدينا 1 زائد 5 تساوي 6، 6 زائد لا شيء تساوي 6. إذا سنحصل على 66 دقيقة و 31 ثانية. لاحظوا معي هنا تم توزيع أيضا 66 دقيقة إلى الساعات، فحصلنا على ساعة واحدة، ونعلم أن ساعة واحدة أو 1 ساعة تساوي كم من دقيقة؟ تساوي 60 دقيقة. إذا سيتبقى لنا هنا فقط 6 دقائق و 31 ثانية. إذا هنا سيشير قلنا إلى ساعة واحدة، 1 ساعة و 6 دقائق و 31 ثانية. إذا ساعة واحدة، 6 دقائق و 31 ثانية. الآن ننتقل إلى التمرين السادس. أحيط بخط المدة الزمنية المناسبة كما في الأمثلة. إذا هنا لطهي بيضة، إذا باش نطيبوا بيضة واحدة، هل نحتاج إلى 3 ساعات أم إلى 3 دقائق؟ إذا طبعا سنحتاج فقط إلى 3 دقائق وليس 3 ساعات، لأنها مدة طويلة. ثم مشاهدة فيلم، هل سنحتاج إلى ساعتان أم إلى يومين؟ إذا طبعا فمدة الفيلم فهي غالبا
تناهز ساعتان وليس يومان. ما كاينش شي فيلم اللي غنبقاو كنتفرجوا له 48 ساعة أي يومين، إذن ساعتان فقط. ثم عطلة نهاية الأسبوع، إذن غالبا عطلة نهاية الأسبوع فهي تكون يومي السبت والأحد، أي مدتها يومان السبت والأحد وليس ساعتان. هنا لدينا أسبوع، إذن أسبوع هل يتكون من 7 ساعات فقط أم من 7 أيام؟ إذا الأسبوع طبعا فهو يتكون من 7 أيام، تبدأ بالأحد وتنتهي يوم السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء إلى غير ذلك. إذا 7 أيام هي عدد أيام الأسبوع. ثم يوم واحد، يوم واحد هل يتكون من 24 ساعة أم من 24 دقيقة؟ إذا 24 دقيقة فهي أقل من ساعة، ولذلك فاليوم فهو يتكون من 24 ساعة. النشاط السابع، أحيط بخط أطول مدة زمنية في كل حالة كما في المثال. إذا ننطلق مثلا من هذا المثال اللي عندنا، تمت إحاطته بخط. إذا عندنا 11 سنة سنقارنها مع يوم مع عقد واحد. إذا كما نعلم فالعقد كم عدد سنواته؟ العقد يتكون من 10 سنوات، وعند مقارنتها مع 11 سنة سنجد 11 سنة هي الأكبر أو هي المدة الأطول. ثم هنا لدينا سنة واحدة وعندنا هنا 9 أشهر، إذن السنة فهي تتكون من 12 شهرا، 12 شهرا، إذن لقرنا 12 شهرا مع 9 أشهر، المدة الأطول هي سنة واحدة أي 12 شهرا. ثم هنا شهر واحد سنقارنها مع 27 يوما، إذن الشهر غالبا يتكون من 30 يوما، و30 يوما هي أكبر من 27 يوما، وبالتالي فشهر واحد فهو مدة زمنية أطول من 27 يوما. هنا لدينا 40 أسبوعا سنقارنها مع 12 شهرا، إذن 12 شهرا فهي تساوي سنة واحدة، والسنة تتكون من كم من أسبوع؟ تتكون من 52 أو من 52 أسبوعا. وإذا قارنا 52 أسبوعا مع 40 أسبوعا سنجد 52 أسبوعا هي الأكبر، وبالتالي ف 12 شهرا هي الأكبر. هنا لدينا سنة واحدة سنقارنها مع 35 أسبوعا، إذا قلنا السنة تتكون من 52 أسبوعا، وبالتالي ف 52 أسبوعا التي هي سنة واحدة فهي أكبر من 35 أسبوعا، إذا سنة واحدة هي الأكبر. هنا لدينا أسبوع واحد سنقارنها مع 8 أيام، إذا أسبوع واحد أسبوع يتكون من 7 أيام، 7 أيام سنقارنها مع 8 أيام، إذا 8 أيام هي مدة زمنية أطول من أسبوع واحد أي من 7 أيام. هنا لدينا يوم واحد سنقارنه مع 18 ساعة، إذا اليوم فهو يتكون من 24 ساعة، إذا 24 أكبر من 18، وبالتالي فيوم واحد مدة زمنية أطول من 18 ساعة. ثم هنا 23 يوما، وعندي هنا 3 أسابيع، إذا الأسبوع العدد أيام 7 أيام، 3 أسابيع غيكون مدتها هي 21 يوما، إذا 23 يوما هي المدة الزمنية الأطول. وهنا لدينا 99 سنة سنقارنها مع قرن واحد، إذا القرن فهو يتكون من 100 سنة، ومئة سنة فهي أطول من 99 سنة، وبالتالي فقرن واحد هو الأطول. التمرين الثامن، أكتب أسماء الأطفال بالترتيب من الأصغر سنا إلى الأكبر سنا.
إذا لدينا هشام وأمناي وفاطمة وخديجة. إذا من هو الأصغر سنا؟ إذا هشام مزداد سنة 2010، أمناي كذلك، فاطمة كذلك، وخديجة مزدادة سنة 2009. إذا طبعا فاللي مزداد سنة 2009 فهو الأكبر، إذا خديجة هي أكبرهم. لكن هؤلاء الثلاثة فهم مزدادين سنة 2010. إذا غنشوفوا مثلا هنا هشام ازداد يوم 13 أكتوبر، وأمناي يوم 5 فبراير، إذا فبراير فهو يسبق أكتوبر، كذلك فاطمة مزدادة في شهر أكتوبر، إذا أمناي فهو أكبر منهما. لكن من الأصغر، هل هشام أم فاطمة؟ إذا هشام مزداد سنة أو يوم 13 أكتوبر، بينما فاطمة مزدادة يوم 20، إذا هشام سبقها، وبالتالي فأصغر طفل هنا هو فاطمة. إذا فاطمة فهي الأصغر سنا، ثم هشام، وبعد ذلك أمناي، إذا أمناي، وأكبر هؤلاء الأطفال هي خديجة، إذا خديجة مزدادة سنة 2009.